الجيش الإسرائيلي يجدد منعه عودة النازحين اللبنانيين جنوباً لعدد من البلدات. تهديد إسرائيلي باستئناف الحرب في لبنان مع تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ولجنة المراقبة تصل بيروت. النصرة على مشارف حلب، دمشق تدفع بالتعزيزات، موسكو وأنقرة تتبادلان الاتهامات، وإيران تحذر من خطة شريرة. تقرير سري يكشف خطط إيران الجديدة بشأن اليورانيوم يستبق اجتماعها مع القوى الغربية. طاب صباحكم بكل خير مشاهدينا، رونك عادل تحييكم وترحب بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. فيما تتصدر الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان المشهد بعد 3 أيام على الاتفاق، جدد الجيش الإسرائيلي منعه للنازحين اللبنانيين من العودة إلى 10 بلدات حتى إشعار آخر، محذرا من ينتقل جنوب خط هذه القرى يعرض نفسه للخطر، وهي شبعة، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرة، برعشيت، وياطر المنصوري. كما طالب الجيش الإسرائيلي عدم عودة الأهالي إلى أكثر من 60 قرية أخرى في الجنوب. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية أعلن أنه أوعز للجيش بالاستعداد لحرب مكثفة في لبنان في حال خرق وقف إطلاق النار، مضيفا أن الاتفاق مع حزب الله ليس نهاية الحرب. وأشار نتنياهو إلى إزالة خطر تسلل حزب الله إلى شمال إسرائيل بعد هدم البنية العسكرية فوق الأرض وتحتها. رئيس الأركان الإسرائيلي ووزير الخارجية تعهدا من جانبهما أيضا بمواجهة أي خرق بالقوة، واعتبرا أن حزب الله وافق على إبرام الاتفاق من مكان ضعف. حزب الله جاء إلى هذا الاتفاق من مكان ضعف وانعدام الاختيار. نحن مع نقاط القوة هذه سنقوم أيضا بالتنفيذ وأن نواجه كل الخروقات بالنار. سكان الشمال ينظرون الآن ويريدون رؤيتنا مصممين بشدة على التنفيذ حتى يتمكنوا من العودة، وهذا واجبنا تجاههم. لن نسمح لحزب الله بالذهاب أبعد جنوبا من نهر الليطاني، لن نسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه من جديد أو أن يشكل خطرا على إسرائيل. مرة أخرى تعلمنا مما حدث في 7 أكتوبر، والحكومة الإسرائيلية حازمة في عدم السماح بحدوث ذلك مرة أخرى. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في لبنان، وطالب عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني بضرورة اليقظة والحذر الجاد من جانب لبنان.
من حصبية جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر. صباح الخير يا محمود، نتابع معك آخر تحركات الجيش اللبناني في مناطق الجنوب تنفيذا للاتفاق وأيضا التحركات السياسية الأخيرة، وإن كان لديك أي تطور أو جديد هذه الساعة. بالنسبة إلى الجيش اللبناني فإن طلائع قوات المغاوير وتحديدا سرايا التي خرجت من العاصمة اللبنانية في اليوم الأول هي وصلت إلى نقطة الحافة، أي إلى ثكنة مرجعيون التي هي مطلة على الخيام وكفركلة والعديسي وآخر نقطة على الحدود الجنوبية، في حين إلى أن الجيش اللبناني أيضا ينشر عدد كبير من الحواجز في هذه المنطقة، والتي أتيت أنت على ذكرها بقضية الإنذارات الجديدة التي حصلت منذ بعض الوقت والتي قسمت القرى الجنوبية إلى جزئين، قرى يمنع الاقتراب منها على سبيل المثال مرجعيون وشبعة، ومنع والجزء الثاني وهو الأكبر الذي تقريبا يصل إلى 55 بلدة هي الأراضي التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها داخل جنوب لبنان ولم يتحرك منها في الأيام الماضية، وهي تحت حكم الواقع الناري لهذه القوة. وهذا أيضا ما حصل مع ساعات الليل عندما أطلق الجانب الإسرائيلي عدة من القذائف باتجاه عيتا الشعب، وأيضا كان هنالك إطلاق ناري من أسلحة رشاشة ومتوسطة باتجاه مدينة بنت جبيل من المواقع الإسرائيلية في مارون الرأس. وأيضا بالأمس كان حافلا بمسألة الخروقات النارية على مستوى القذائف النارية والقذائف المدفعية التي تنقلت من منطقة إلى أخرى. أما في العمق اللبناني وتحديدا في العمق الجنوبي لقضاء صيدا وصور والنبطية، فالعودة هي على قدم وساق، وأيضا الجيش اللبناني مع الأجهزة الأمنية والبلديات يساعدون القوافل التي تنتقل من الأماكن التي كان النازحون قد التجأوا إليها. طيب محمود، ماذا بالنسبة عن آخر تطورات الحراك السياسي ووصول لجنة المراقبة اليوم إلى لبنان؟ بالنسبة إلى هذه القضية كانت المعلومات في الليل تشير إلى أن هذه اللجنة تقريبا قد انتهى من حيث شكلها ومن حيث التأليف، بمعنى إلى أن لبنان من هي الشخصية العسكرية من قيادة الجيش اللبناني التي ستكون في هذه اللجنة، بالإضافة أيضا من الجانب الأمريكي والجانب الفرنسي. وبطبيعة الحال فإن اليونيفيل هنا في الجنوب اللبناني عادة ما تمثل إما بضابط كبير أو عندما تكون الأمور ساخنة بقائد القوات العاملة في جنوب لبنان، والكل ينتظر إلى هذه اللجنة حتى تلتئم، لأن لبنان بالأمس وتحديدا قيادة الجيش اللبناني أشارت إلى عدد كبير من الخروقات للهدنة، ويتابع البيان إلى أنها ستتقدم بالشكوى ضمن الأطر الجديدة أو أيضا ضمن هذه اللجنة التي يقع على عاتقها عملية النظر بكل هذه الخروقات، كما هو بند موقع عليه من الأطراف في وقف إطلاق النار. سنتابع معك أي تطور أو جديد خلال نشرتنا المقبلة، لكن حتى اللحظة شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من حصبية جنوب لبنان مراسل الحدث محمود شكر. أفاد إعلام لبناني بأن اللواء الأمريكي المكلف بترأس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار ورصد الخروق وصل إلى بيروت يرافقه ضابط يمثل فرنسا في اللجنة، وتمهيدا لتشكيل اللجنة يعقد الرجلان سلسلة لقاءات أبرزها مع قائد الجيش جوزيف عون على أن ينضم إلى ممثلي لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل في لجنة المراقبة لمباشرة العمل.
أكدت الخارجية الفرنسية في تصريحات للحدث أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يوفر آلية صلبة للتحقق من تطبيقه، وأوضحت أن فرنسا منخرطة بالكامل في آلية المراقبة وأن طبيعة مشاركتها ستتحدد خلال أيام. كما أكدت الخارجية الفرنسية على ضرورة انتخاب رئيس للبنان دون تأخير لاستعادة سيادة الدولة. اتفاق وقف إطلاق النار هو خبر جيد. الولايات المتحدة وفرنسا عملتا معا لعدة أسابيع لتحقيقه، كدنا أن نصل إليه في سبتمبر. كان هناك اتفاق بين فرنسا وأمريكا ولكنه فشل للأسف. قمنا بمجهودات إضافية فوصلنا لهذا الاتفاق، ومن الواضح أنه سيدوم، ولكن كما قلتم فإن تطبيق بنود الاتفاق أمر محوري. الاتفاق يحتوي على آلية متابعة تشرف عليها الولايات المتحدة وفرنسا ويونيفيل للتأكد من احترام الاتفاق. منصب الرئيس فارغ، ويجب أن نشجع اللبنانيين على حل هذه المسألة قريبا، لأن هذا أمر يعود لهم. هذا أمر ضروري لأن هناك إصلاحات اقتصادية حيوية، لأن الوضع في لبنان كارثي، ويجب أن يقوموا بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، وكذلك يجب عليهم كدولة حل الوضع الأمني. أجرى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، وتناول معهما الوضع الحالي في لبنان بعد سريان الهدنة وتحضيرات للانتخابات الرئاسية. ما أن أطفأت الحرب مع إسرائيل محركاتها حتى انشغلت بيروت بحراكها السياسي، جلسة التنديد النيابية للقادة الأمنيين أفضت إلى تحديد 9 يناير المقبل كموعد لانتخاب رئيس للجمهورية، خطوة أولى على مسار يخوضه لبنان لاستعادة المؤسسات وشرعيتها. أي رئيس جمهورية بده يجي ضمن إطار الاتفاقية اللي توافق عليها من يومين، واللي هي وقف إطلاق النار، واللي هي بتفرض أنه الجيش اللبناني اليوم يبسط سيادته على كل الأراضي اللبنانية ويتصرف مع كل اللبنانيين بتساوي أو بمساواة، وما يكون في بقى جهات مسلحة خارجة عن إطار الدولة اللبنانية. هيدا أهم شيء يعني أنا برأيي، وهيدا بده يكون التوجه تبع رئيس جمهورية جديد. يعني كل الأزمات اللي عم نعيشها اليوم بالبلد هي نتيجة الشغور والانهيار المالي والاقتصادي وعدم أخذ قرار بالحرب والسلم نتيجة غياب رئيس جمهورية بالبلد. اليوم هيدي نقطة محورية باتجاه إعادة انتظام السلطة وإعادة بناء الدولة القوية القادرة. ومع انعقاد الجلسة النيابية وصل المبعوث الفرنسي جون إيف لودريون إلى البرلمان اللبناني للقاء رئيس المجلس، فشارك حضورا بالجلسة على هامش لقاءاته السياسية التي لم تستثني كتلا نيابية وسفراء الدول الخماسية. نحن رح نكثف اجتماعاتنا كمعارضة، رح نبلش بلقاءات موسعة ولقاء النواب. تمشي الجلسة واضح أنه في اتفاق، يعني اليوم الاتفاق اللي أعلن وقف إطلاق النار في بظهره اتفاقين، في واحد بخص المؤسسات بالدولة وطريقة انتظام عمل المؤسسات. لودريان عم بيناقش مجموعة من الأسماء لمحاولة حصر الخلافات بين القوى السياسية ومحاولة التوجه نحو أي شخصية من الأسماء المطروحة بتاخد توافق أكثر، رح يتم انتخابها بالجلسة المقبلة إذا ما صار أي تطور. لن يكتفي المجتمع الدولي بإنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية، وإنما بتشكيل حكومة بمواصفات مغايرة عن الحكومات السابقة، يتبعها السير برحلة الإصلاحات التي تم تأجيلها لأكثر من مرة. يلتقط اللبنانيون أنفاسهم على وقع الحراك السياسي، ففي اليوم الثاني من هدنة 60 يوما لم يسلم لبنان من غارة على البيسرية، قال الجيش الإسرائيلي إنها ضد نشاط داخل موقع لحزب الله. غنوة يتيم، الحدث، بيروت. من بيروت نقاش ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي. دكتور خالد صباح الخير، سأبدأ مع حضرتك من تصريحات نتنياهو. على الرغم من كل المساعي الداخلية والخارجية لتكون هذه الهدنة نهاية للحرب، يكرر ويعيد نتنياهو أنها ليست نهاية للحرب. ما دلالات تكرار هذه التصريحات من نتنياهو، وكيف ستلقي بظلالها على لبنان ومسار الهدنة؟
صباح الخير نوراك لإلك وللمشاهدين والفريق العامل. بالطبع تصريحات نتنياهو التي لم تعجب أحد، لكنها تأتي من ضمن الاتفاق الذي تم التوافق عليه، واعتبار أن هذه الفترة هي فترة هدنة 60 يوما، ليس فقط هدنة وإنما مراقبة لأعمال هذا الاتفاق من قبل إسرائيل، والسماح لها بتحرك فوري دون الأخذ الإذن من أي أحد لاعتبارات عسكرية، لأن جيشها لا يزال متواجد في الأراضي اللبنانية، وأن أي تحرك مشبو سترد عليه إسرائيل. هذا الاتفاق الذي تم ويعني بدأ بتنفيذه، لكن هو كان لصالح إسرائيل، وإسرائيل هي من فرضت شروطها، وهي لا تزال تفرض هذه الشروط. إذن الأمر يعني متعلق بكيفية هذا التنفيذ وبكيفية السير بما يعني طرح لمدة 60 يوما، حتى يصبح هذا الاتفاق الذي يعتبر اتفاق لوقف النار إلى وقف هدنة فعلية. دكتور خالد، ما الذي سيتغير اليوم بوصول لجنة المراقبة للبنان ونحن في اليوم الثالث من الهدنة وخروقات عدة سجلت من الطرف الإسرائيلي؟ يعني الهدنة هي يعني سجلت من الطرف الإسرائيلي، لكن الإسرائيلي يقول أنا أرد على ما أراه خطر على أمني وعلى تواجدي، لكن هذه الخطورة أيضا كانت من الجانب اللبناني بطريقة عشوائية بطريقة غير طبيعية. هناك قرى حدودية فتح المجال أمام النازحين العودة إليها، لكن دون يعني لفت انتباههم أن هناك يوجد احتلال في هذه القرى ويمنع الدخول إليها، لذلك الناس ذهبت لترى بيتها لترى ما تهدم ما يمكن إنقاذه، لكن هم لم يبلغوا فعليا بأن هذه المناطق يصعب الدخول إليها، وبالتالي غياب الجيش اللبناني كان نقطة يعني واضحة أن الجيش لم يكمل انتشاره ولم ينشر خريطة للتوجه نحو الجنوب، دكتور لأنه خالد لم يستعد. أيضا بالإضافة نقطة أخرى. إلى الألي أعذرني عن المقاطعة، أستغل وجودك معنا دائما لطرح العديد من النقاط. الحراك السياسي أود أن يعني أتناقش به مع حضرتك لانتخاب رئيس للبلاد، وحدد الموعد في 9 يناير المقبل. هل برأيك أزيلت العقبات التي حالت دون انتخاب رئيس للبلاد منذ 2؟ هل الطريق سالك الآن لانتخاب رئيس للبنان؟ يعني الطريق ليست سالكة، لكن هذه الطريق هي مطلوب انتخاب رئيس للبلاد، لأن الرئيس هو الذي سيشرف على تنفيذ هذه البنود، وبالتالي العودة إلى مؤسسات الدولة ولملمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى الانهيار الذي حدث في خلال 2 نتيجة العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل، وبالتالي هذا يجبر الفرقاء جميعا التوافق على انتخاب رئيس. وإنما وهنا عندما رأينا لودريان يحضر الجلسة كان كأنه يقول للجميع أنكم مجبورين على انتخاب رئيس. أيضا بوريل عندما كان في لبنان قال عليكم إنقاذ لبنان، لأن لبنان ذاهب نحو الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فعلى هذه الطبقة السياسية اليوم ليس لديها مخرج سوى إنقاذ البلد أو أنها ستتحمل دكتور مسؤوليات خالد أخرى. بانتخاب رئيس أم بمن هو هذا الرئيس الذي سيعيد سيادة لبنان؟ لا، هو ليس فقط بانتخاب رئيس لملء الكرسي، يعني كان لدينا رئيس يجلس على الكرسي وأخذنا إلى هاوية القعر الجهنمي الذي لم يدير إدارة بل كان يسدد فواتير لمن وضعه في هذه الكرسي، وبالتالي نحن تحملنا انهيارات في المؤسسات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الحالة التي عشناها يعني منذ 4
13 شهرا بطرح مغامرة عسكرية كانت الحكومة والدولة بعيدة عن القرار وأدت إلى ما أدت إليه. اليوم المطلوب رئيس له وزنه وقدرته على ضبط يعني الرئاسة وليس على الجلوس على كرسي الرئاسة. نقطة أخيرة وفي دقيقة من الوقت، شكل الحزب الله في المرحلة المقبلة من عمر لبنان كيف سيكون؟ يعني حزب الله يجب أن يعلم أنه تلقى ضربة كبيرة في الفترة الأخيرة وانزلق بشعاراته، لأن هذه الشعارات بدأت عبء على لبنان، وهو يجب أن يذهب إلى أن يكون حزبا سياسيا وأن لا يمارس المكابرة يعني التعنت، لأن المجتمع الدولي وليس إسرائيل فقط لم يعد بأجندتهم إبقاء حالة الميليشيات في المنطقة الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط ذاهب إلى استقرار اقتصادي، وما يدل أن الولايات المتحدة هي التي فرضت على إسرائيل وعلى حزب الله هذا الاتفاق، يعني أنها أخذت بيدها المبادرة الكاملة بغض النظر من هو الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي الذي أسس لهذه الوثيقة، بل هناك الدولة العميقة الأمريكية التي قالت كلمتها في الوقت المناسب لإنقاذ لبنان. وربما سنرى هذا الحال في عدة دول تتهاوى به المشاريع المتطرفة والمشروع الإيراني. شكرا. ونحن نرى ما يوجد اليوم في سوريا ليس بعيدا عما يحدث في لبنان. شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي. وساعتنا الإخبارية مستمرة مشاهدينا، وفيها أيضا بعد الفاصل نتنياهو يقول إن الظروف باتت أفضل للإفراج عن الرهائن، لكن الحرب لن تنتهي قبل القضاء على حماس. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. تتصاعد حدة المواجهات العسكرية العنيفة بين هيئة تحرير الشام والتنظيمات المسلحة من طرف وقوات الجيش السوري من طرف آخر في ريفي حلب وإدلب. وأحصى المرصد منذ بدء العملية مقتل 231 شخص من الطرفين، بينهم 20 مدنياً،
ودفع الجيش السوري بتعزيزات عسكرية إلى حلب وإدلب، من بينها الفرقة الرابعة التي يقودها شقيقه ماهر الأسد لصد التقدم باتجاه ضواحي مدينة حلب. كما كثف طيران الجيش السوري والطيران الحربي الروسي غاراته في محيط الأتارب وقرب الواسطة، حيث دمر أهدافاً للفصائل المسلحة. أنا سنسأر واليمين نطاق وستدفعون دماءنا أطرافها يوما بيوم والدم استحقاق. تكبير. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أشار إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا هي عبارة عن مخطط أمريكي إسرائيلي يهدف لزعزعة استقرار وأمن المنطقة على حد قوله. فيما نقل موقع ميدل إيست آي عن مصدر أمني تركي قوله إن تركيا حاولت منع الهجوم الذي شنته الفصائل والذي جاء بعد أن تقلص حجم منطقة خفض التصعيد في عقاب سيطرة ميليشيات مدعومة من إيران على المزيد من الأراضي قرب حلب في انتهاك للاتفاق المبرم وفقا للمسؤول التركي. إذا مشاهدين، إنه اليوم الثالث على العملية التي تشنها هيئة تحرير الشام النصرة سابقا وحلفاؤها من الفصائل الموالية لتركيا في حلب. ثلاثة تطورات وصفت بالهامة شهدتها الساعات الماضية. أولا، مقتل مستشار إيراني يدعى العميد كيومرث بور هاشمي، وهو حدث يشير إلى أن هذه التنظيمات اقتحمت مواقع تعتبر مواطن تمركز الميليشيات الإيرانية في ريف حلب. ثانيا، سقوط خط دفاع الجيش السوري الثاني والثالث عن مدينة حلب، وتمهد لدخول النصرة والتنظيمات المسلحة أول أحيائها. أما التطور الثالث فيتمثل بوجود بصمات تركية استراتيجية في خطة الهجوم. وخلال تقدم هيئة تحرير الشام برز مؤشران هامان. الأول تمثل باقترابها أكثر من مواقع مهمة مثل عندان وحريتان وحيان، وبالتالي قطع طريق حلب غازي عنتاب وفرض حصار على بلدتي نبل والزهراء، الموطن الأساسي للميليشيات الإيرانية. أما المؤشر الثاني فكان إعلان السيطرة على الزربة جنوبا والاقتراب أكثر من خان طومان وكذلك العيس وتلتها الاستراتيجية، وبالتالي أصبحت كاشفة لحي حلب الجديدة. وبالسيطرة على خان العسل فإن هيئة تحرير الشام تكون قد قطعت عمليا طريق M5 بشكل كامل. المصادر تقول بأن أكثر من 250 كيلومترا مربعا باتت مساحة السيطرة الجديدة لهيئة تحرير الشام. وعن سيناريو السيطرة تتحدث المصادر عن ظهور بصمات تركية تكمن في تزويد الجيش التركي للمسلحين بمعلومات عسكرية واستراتيجية عن مواقع الجيش السوري وأيضا الميليشيات الإيرانية.
تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الهجوم غير المسبوق لفصائل مسلحة في ريف حلب الغربي يثير مخاوف من جر البلاد إلى الحرب. وأشار التقرير إلى أن سوريا أي الأراضي السورية تحولت منذ فترة طويلة لساحة معركة بالوكالة للقوى الدولية وفق تعبيره. ولسنوات نفذت إسرائيل ضربات عنيفة في سوريا مؤكدة أنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله. ووفق التقرير الأمريكي يوحد الهجوم ما تبقى من آخر الفصائل التي تتبع بعض منها لأنقرة والتي سبق وسيطرت على أجزاء كبيرة من البلاد. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن مختلف الفصائل المسلحة شهدت اقتتالا داخليا على مدى سنوات مما أدى إلى تقويض التماسك وإضعاف تحركاتها. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه قد يقبل باتفاق وقف إطلاق نار في غزة لكنه لن ينهي الحرب حتى القضاء على حماس وفق تصريحه. أعتقد أن الظروف تغيرت كثيرا نحو الأفضل. الآن أقول هذا ليس فقط من الناحية النظرية وليس فقط بسبب فصل الساحات بل أيضا بسبب مجموعة من الأمور مثل القضاء على السنوار. أنا مع وقف إطلاق النار في غزة لكن هذا لا يعني إنهاء الحرب. لست مستعدا لذلك لأنه يجب علينا القضاء على حماس. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر إن بلاده لا تنوي السيطرة على الحياة المدنية في غزة. وأضاف أن إسرائيل ستكون بحاجة إلى شريك فلسطيني موثوق يكون بعيدا عن سياسات التحريض والقتل في غزة على حد تعبيره. نحن لا ننوي السيطرة في المستقبل على الحياة المدنية لسكان قطاع غزة ولن نتنازل عن أمننا، فنحن سنحتاج إلى الاهتمام بأمننا هناك، لكن يجب أن تكون لهم قيادتهم الخاصة. ليس مهم بالنسبة لنا من سيكون هذا الشخص، ولكن المهم من حيث المبدأ ألا يكون ذلك الشخص يدعم الإرهاب أو التحريض ضد إسرائيل ومواطنيها. للمضي قدما سنحتاج إلى شريك موثوق به يريد الانفصال عن سياسات التحريض الفلسطينية ودفع أموال للإرهابيين مقابل القتل. وإذا وجدنا مثل هذا الشريك شريكا فلسطينيا فسنعمل معا لتحقيق السلام. في الوقت الحالي من الصعب جدا رؤية مثل هذا الوضع، لكننا نعتقد أن السلام في نهاية المطاف أمر لا مفر منه، ولكن السلام لا يمكن أن يقوم على الأوهام أو الأحلام. لقد عانينا من أضرار كبيرة على أمننا. كشف صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس بايدن تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط قبل مغادرتها البيت الأبيض، وذلك بالتعاون مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب. يمضي الوقت سريعا، إدارة بايدن تسابق اللحظات الأخيرة للتوسط في اتفاق سلام بالشرق الأوسط قبل نهاية ولايته. بعد لبنان تحول تركيزها إلى المهمة الأصعب وقف النار في غزة، وتلجأ لشريك غير متوقع دونالد ترامب وفقاً لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.
تماما كما يستحق الشعب اللبناني مستقبلا من الأمن والازدهار، كذلك يستحق شعب غزة. هم أيضا يستحقون إنهاء القتال والنزوح. لقد عانى شعب غزة الأمرين. التزم ترامب ومستشاروه الصمت بشأن الإنجاز الدبلوماسي الذي توسطت فيه إدارة بايدن لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله، رغم اطلاعه على المحادثات وموافقته على الخطة. وفي غزة تدعي الصحيفة الأمريكية أن حماس لا تظهر مؤشرات حقيقية على استعدادها للموافقة على وقف النار قبل تولي ترامب منصبه. وقد يفضل نتنياهو أيضاً انتظار إدارة ترامب على أمل أن تمنحه مزيداً من الحرية لمواصلة الحرب ضد حماس. ستبذل الولايات المتحدة جهوداً أخرى مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وغيرها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مع إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب دون بقاء حماس في السلطة. يدرك ترامب أهمية إنهاء أزمة غزة قبل تنصيبه تماماً مثل بايدن، ويتفق الاثنان على دمج إسرائيل أكثر في الشرق الأوسط من خلال التوسط في صفقة تقيم علاقات بين السعودية وإسرائيل مقابل ضمانات سياسية وأمنية تقدمها الولايات المتحدة للرياض، لا سيما إقامة دولة للفلسطينيين. هذا التوافق بين بايدن وترامب الذي قد يكون مؤقتاً يوفر فوائد متبادلة لكلا الجانبين. لبايدن هو إنجاز كبير في الساحة الخارجية قبل رحيله، ولترامب الحد من الأزمات التي سيرثها عندما يدخل البيت الأبيض. ساعتنا الإخبارية مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل أخير: تشاد تعلن إنهاء اتفاق التعاون الدفاعي مع فرنسا. الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته. مية تكفي كل النازحين، ما فيش أكل يكفي كل النازحين، ما فيش، الناس بتمشي فوق بعض. أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من مراكز الإيواء في منطقة شرق جباليا. إحنا تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان. وين العدل؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ بقصف كل المصابين أطفال، نساء، كبار في السن. لا نريد منكم مساعدات، نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. مش عارفين وين نروح احنا. الآن تحرق هذه المدارس ومراكز الإيواء. ما رضينا نطلع احنا. مش عارفين ايش نعمل، يا علي دخيل الله موقف الحرب، يا علي. اوقفوها، تعبنا والله تعبنا. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إن المحادثات حول ملف إيران النووي التي تستضيفها جنيف اليوم ستكون بين بلاده وكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وقالت مصادر دبلوماسية إن هذه المحادثات التي ستتناول الملف النووي الإيراني والدور الإقليمي لطهران ستكون لها أهمية استثنائية نظراً للسياق الإقليمي المتصل بنتيجة الحرب في غزة ولبنان والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وأيضاً مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.
وعشية اجتماع إيران والدول الغربية في جنيف، نشرت وكالة رويترز تقريرا سريا للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى نية إيران تركيب أكثر من 6000 جهاز طرد مركزي إضافي لتخصيب اليورانيوم وتشغيل المزيد من الأجهزة التي سبق تركيبها. وكشف التقرير السري الموجه للدول الأعضاء أن طهران أبلغت الوكالة نيتها ضخ اليورانيوم الخام في منشأتين طنز وفوردو. عشية اجتماع أوروبي إيراني بمدينة جنيف السويسرية، أعلن نائب الأمين العام للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا أنه أجرى محادثات وصفها بالصريحة مع نائبين لوزير الخارجية الإيراني بشأن برنامج بلادهما النووية. مورا أوضح في منشور على منصة أكس أنه شدد للمسؤولين الإيرانيين على أهمية التوصل لحل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما طالب المسؤول الأوروبي الجانب الإيراني بضرورة وقف دعم طهران العسكري لموسكو والتخفيف من حدة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي فأبدى عدم التفاؤل بالمشاورات، واتهم بريطانيا وألمانيا وفرنسا بانتهاج سياسة المواجهة مع بلاده، مهددا بتغيير موقف بلاده من امتلاك السلاح النووي، في حين وصل الغرب التهديد بالعقوبات. كما وصف عرقشي التعاون مع الغرب بشأن البرنامج النووي بغير المضمون، مشيرا إلى جدل داخلي أوروبي حول المضي بهذا المسار. نقاشا من عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل صباح الخير، أهلا بك معنا. الأعين موجهة الآن على إيران بسبب صراع أذرعها في المنطقة مع إسرائيل وتوتر علاقاتها المسبقة والدائمة مع تل أبيب وواشنطن، لماذا إذن هي مصرة والآن تحديدا على تطوير برنامجها النووي؟ ألا يمكن أن تكون قنبلة موقوتة بيد إيران الآن؟ صباح الخير ست روناك. يعني فعلا هي قنبلة موقوتة بيد إيران. الآن الإيرانيين ينتهجوا سياستين مهمتين، السياسة الأولى هي الدبلوماسية البديلة في محاولة للعودة للاتفاق النووي عبر التفاوض مع عدد من الدول الأوروبية. الأمر الثاني تصعيد الأنشطة النووية، حيث تقوم طهران روناك بتعزيز خطواتها النووية عبر زيادة كميات تخصيب اليورانيوم. الآن أنت بتعرف أن اليورانيوم بيمتلكوا 36 ضعف كميات اليورانيوم حاليا المسموح فيها بموجب الاتفاق اللي تم إبرامه في يونيو من العام 2025، اللي هي اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.67%. بيمتلكوا الإيرانيوم 182 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وأنت بتعرف هناك 42 كيلو من هذه الكمية في حال زيادة نسبة تخصيبها إلى 90% هي على هذا الأساس تستطيع إنتاج القنبلة النووية، بالإضافة إلى تمتلك 839 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%، و24 كيلو من هذه الكمية في حال رفع نسبة التخصيب تستطيع من خلالها طبعا إلى 90% تستطيع صناعة القنبلة النووية. الآن عدا عن ذلك، هذه تمارس الإيرانيين سياسة حافة الهاوية النووية عبر تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر تعليق عمليات التفتيش ومنع المفتشين ذوي الخبرة من الدخول وعدم إعطائهم تصاريح، بالإضافة إلى خطوات أخرى غير مفهومة، يعني حجب 26 كاميرا من مجموع 72 كاميرا. وبالتالي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المجتمع الدولي ليس له لديه معلومات حول سير البرنامج النووي، خاصة مع وجود أثاريوم عالية التخصيب في منشأتين سريتين لمتنعنا إيران. نعم، كيف ستواجه إيران المجتمع الدولي وإمكانية فرض مزيد من العقوبات على إيران في حال إصرارها واستمرارها بتطوير برنامجها النووي؟ يعني هي عم بتواجه المجتمع الدولي عبر مجموعة من السياسات، سياسة الحافة الهاوية النووية من ناحية، من ناحية أخرى كما تفضلت رونا قبل قليل، يعني التصعيد عبر مداخل الأزمات الإقليمية في ضمن استراتيجية واضحة للإيرانيين جديدة قديمة جديدة تسمى بتخادم الملفات، تحويل التهديدات إلى فرص، بالإضافة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية عبر شن حملة دبلوماسية وإعلامية دولية.
نعم. يعني هذه الجملة سبق وسمعتها، تحويل التهديدات إلى فرص، لكن ما الفرص التي انتهزتها إيران لتكون إيجابية لصالحها من خلال تطوير برنامجها النووي وتهديد المجتمع الدولي به؟ يعني أحد هذه الفرص هو تأجيل نقل الملف النووي الإيراني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي. أنت بتعرفي روناك هذا سوف يمهد لتفعيل آلية سناب باك، وبالتالي فصل جديد من العقوبات على الجانب الإيراني. هي تحاول من خلال المماطلة والتسويف في هذا الأمر، على الرغم من أنه يعني أنا بستغرب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن المجتمع الدولي وبالذات مجموعة 5+1 كيفية الرد على الجانب الإيراني في ظل الحديث حتى عن تغيير العقيدة النووية. وطلع علينا محمد جواد لاريجاني، أخ علي لاريجاني، عبر وسائل الإعلام الإيرانية وتحدث أنه إيران قادر على تحقيق الرد النووي خلال 24 ساعة، وكتلة بايدار أو كتلة الصمود المحسوبة على اتجاه المحافظ داخل إيران تتحدث على أنه لن يتحقق التوازن في المنطقة إلا عبر صناعة قنبلة نووية. طيب وأيضا التحويل هنا أعذرني لكن هنا أيضا نقطة مهمة، لماذا تصر إيران على امتلاك سلاح نووي أو تطوير برنامجها النووي؟ ما الحسنات التي ستجنيها؟ مقابل ماذا ستتكلف بكل ما يجري الآن ومجابهة ومواجهة المجتمع الدولي؟ ما الذي ستجنيه؟ والله سؤال مهم رونك، ما الذي سوف تجني؟ هي حاجة استراتيجية بالنسبة لي الجانب الإيراني. الإيراني بيقولوا أنه إحنا إذا امتلكنا السلاح النووي لن تستطيع لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الجانب الإسرائيلي مهاجمتنا، وبالتالي يعني بيقولوا أنه لو كانت العراق تمتلك مثل هكذا سلاح لما تجرأت الولايات المتحدة الأمريكية على مهاجمتها واحتلالها في العام 2003. أيضا بيقولوا نموذج كوريا الشمالية هو أكبر ضمانا بسبب امتلاكها للسلاح النووي، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط النظام هناك، وبالتالي الأشكالية الحقيقية هي في المحافظة على بقاء النظام وربط بقاء هذا النظام ومحاولاته المتكررة والاستمرار في بناء مجال حيوي هي مرهونة بصناعة القنبلة النووية، بالإضافة إلى حاجة مذهبية أو دينية دعيني أسميها باراسيكولوجية غيبية، بأنه هذا السلاح النووي هو للتمهيد لعودة إمام الزمان والتأسيس لما يسمى بالإمبراطورية الشيعية الموعودة. ويعني اللي بتابع تصريحات مراجع التقليد الإيرانيين خصوصا اللي جزء منهم له تأثير مهم على القيادات الإيرانية مثل محمد تقي مصباح يزدي تحدث عن هذا الموضوع، أن المادة 5 للدستور الإيراني سوف تمهد الأرضية لعودة إمام الزمان، وعندما سئل كيف سوف تمهدون لذلك هل هو بالصواريخ والطائرات المسيرة قال لا بالسلاح النووي. وبالتالي هي حاجة مهمة للجانب الإيراني لبقاء هذا النظام والاستمرار في سياساته واستخدامها. طبعا أنت هناك هل السلاح النووي سوف يكون موجه ضد أمريكا وإسرائيل؟ طبعا لا، هو سوف يكون موجه ضد العالم العربي لأنه العدو رقم واحد لإيران هو العرب على وجه. من سيكسب في النهاية دكتور نبيل؟ إيران بتطوير برنامجها النووي وامتلاك هذا السلاح الذي تطمح له، أم المجتمع الغربي الذي يواجهها بفرض عقوبات على ما يبدو تتأقلم مع مرور الزمن إيران معها؟ يعني الخاسر الأكبر هو في البداية هناك هو الشعب الإيراني الذي يدفع ثمن سياسات هذا النظام اللي بيحاول يطور قدرات فوق تقليدية، سوف يدفع النظام وسوف يدفع الشعب الإيراني على وجه التحديد ثمن هذه السياسات عبر استراتيجيات عديدة، الضغوط القصوى اللي يمكن أن تعود إلى الجانب الإيراني عبر قيام إيران بمجموعة من الإجراءات التصعيدية، خاصة أنه هذه العقوبات ربما قد تجل الاقتصاد الإيراني عبر تصفير صادرات النفط الإيراني والتهديد باستخدام القوة العسكرية على غرار ما حدث في العام 2020. وانت شفتي روناك أنه الجانب الأمريكي قام بعمليات محدودة للضغط على الجانب الإيراني لكن مؤثرة عبر اغتيال قاسم سليماني، بالإضافة إلى الضغوط على حلفاء الولايات الإيرانيين الدوليين خصوصا أن إيران تحاول أن تتوسل بدبلوماسية التوجه نحو الشرق والصين وروسيا، سوف تكون هناك ضغوطات. لكن الخاسر أيضا الدول العربية لأنه هذا سوف يؤدي إلى سباق تسلح كبير في المنطقة والتفكير باستراتيجيات جديدة خصوصا من جانب دول مجلس التعاون الخليجي. شكرا جزيلا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، شكرا لك.
في خطوة ستتطلب مغادرة نحو 1000 عسكري فرنسي البلاد، أعلنت تشاد إنهاء اتفاقها للتعاون الدفاعي مع فرنسا. وأشار بيان للخارجية التشادية أن هذا الإجراء يأتي لفرض السيادة بشكل كامل بعد 66 عاما على الاستقلال. وأضافت الخارجية التشادية أنها ستلتزم بشروط إنهاء اتفاق التعاون الدفاعي مع فرنسا، وسترتب مع باريس انتقالا سلسا لقواتها، مؤكدة أن قرارها لا يقوض بأي حال من الأحوال العلاقات مع فرنسا. قرار تشاد إلغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا جاء بعد ساعات فقط على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو للعاصمة التشادية، حيث أجرى زيارة لمخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد، حث خلالها طرفي النزاع السوداني على وقف القتال والتفاوض، ودعا القوى الخارجية للتوقف عما اعتبرها صبا للزيت على النار، في حين أكد نظيره التشادي عبد الرحمن غلام أن تشاد تحافظ على الحياد التام في النزاع. أعلن الرئيس السنغالي بشير فاي أن فرنسا ستضطر لإغلاق قواعدها العسكرية في السنغال. الرئيس السنغالي أرجع ذلك كون وجود قواعد عسكرية أجنبية يتعارض مع سيادة بلاده، كما اعتبر الرئيس السنغالي أن رفضه الوجود العسكري الفرنسي في بلاده لا يعني قطع العلاقات مع باريس. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دقائق وتلتقيكم الزميلة تهاني جمال.